السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام مع أبو حمودي المصري. هنشوفهم مع بعض النهاردة في 5 دقائق تصميم وبناء شباك بشكل رائع من الطوب الأحمر. تمام، طبعا معنا الفيديو 5 دقائق هنتعرف فيه على كل حالة. طبعا ده المنظر العام للشباك، ودلوقتي حالا هنبدأ نتعرف ازاي ان احنا عملنا الشباك. في البداية خالص، بداية ان انت ترش الاسم المية وجهز طوبك. بعد كده هنبدأ باول ديكور بسيط انت بتعمله في الجدار. الديكور ده عبارة عن ان انت بتعمل فتحات عبارة عن 7 سبعات كده او 8. الفكرة بسيطة جدا، انت بتاخد المدماك وتلوح الجالب بالمنظر اللي انت شايفه كده كويس. السن الجالب هيبقى مع اول الجدار من بره، والسن الثاني ما يزيدش عن الحيطه الناحيه الثانيه. عندي لقطات سريعه هنشوفوها مع بعض. دلوقتي هنشوف الديكور دوت ازاي ان انت تعملها بالتفصيل. كل حاجه واضحه معاك اهي كويس. الخيط مشدود على السن بتاع المدماك، وتحافظ عليه من ورا بحيث ان الجالب ما يبرزش كتير. يعني هنا الجالب مثلا في سنتي زيادة، ده غلط، المفروض ما يبقاش في سنتي ولا نص سنتي زيادة عشان تظبط معاك الديكور. الديكور كده تبدأ بعد كده تغطيه. ادي فردة المونة مثلا، بتفرد المونة على الجالب بالمنظر اللي انت شايفه كده، وبتاخد شوية مونة على بداية الجالب هيظبط معاك كويس ان شاء الله. طبعا حاجة بسيطة بيديك منظر جميل الديكور دوت، يعني ايه في الجدار من الخلف. التعبئة المونة طبعا من التصوير من ناحية تاني، ازاي ان انت بتفرد الموني، شيء بسيط يعني مفيش اي مشكلة. خلي مونتك اسمنتك كويس. طبعا في الفراغات اللي هي في الخلف دي ينفع ان انت تقفلها معاك ماشي، ينفع بعد ما تخلص تقفلها مفيهاش اي مشكلة، ما اختلفناش عليه لان ده هتيجي المحارة. بس انت ملاحظ ان مفيش زوايد خالص من في الجلد. بعد كده تبدأ تنظيف العرموس اللي هو الموني، تنظفها بحتة خشبة بماسورة بأي شيء موجود مفيش اي مشكلة. بس التفريغ ده بيديك منظر جميل كويس، زي ما انت كده شايف العرموس يتمشى عليه كده وتنظف المباني بتاعتك بتبقى جميلة وبتديك منظر كويس. عملنا سجالة خلاص كده احنا هنوصل للجلسة بتاعت الشباك. جلسة الشباك عملناها على 1.5 متر لان ده دور ارضي، لكن الطبيعي ان انت تعمل الجلسة على 1.20 متر كويس. طبعا الشباك عبارة عن في الوسط 1 متر، وفي فتحة على اليمين 0.5 متر، وفتحة على اليسار 0.5 متر كويس. بعد كده ترفع العمدان بتاعتك. لاحظ هنا بنحط صياخ، كل 3 ملاميك هنحط صيخين. الصيخ ده عبارة عن حديد عشان لما تيجي تركب الشباك الحديد او الشبكة الحديد بتلحم فيه مباشرة عشان ما يقعدش يكسر او يخرم. طبعا بتنظف، جينا لغاية الديكور. لاحظ هنا واخد بالك المقاس اللي قاسه دوت عبارة عن ايه، 30 سنتي ارتفاع الدوران. يعني الدوران اللي معانا اللي هو موجود ده ارتفاع 30 سنتي، فلكن 50 سنتي الشباك الصغير ده عبارة عن 50 سنتي، واللفة دي نص دايرة، فبتكون بارتفاع الدوران. جميل، تبدأ تقفل. طبعا يا ريت لما تيجي تاخد الدوران تاخده الخيط بيمشي معاك على كل مدماك، ما تستهترش يعني بالشغل. كل جالب انت بتحطه في الدوران لازم يكون الخيط مشدود عليه، واخر مدماك تعبيه مونة كويس. تمام كده احنا عملنا الدوران، يبقى احنا كده عملنا دوران كامل في الوسط، وعملنا نص دوران. طبعا الحديدة اللي هي كده هتجيب حديدة وتلفي ما فيهاش اي مشكلة وتكمل الدوران. طبعا كده المنظر بتاع الشباك كامل معاني، عبارة عن 1.5 متر ونص متر على الشمال ونص متر على اليسار. طبعا ديكور بسيط وجميل. هتشد الخيط وتساوي المدماك بتاعك بحيث ان ظهر المباني يبقى نظيف كويس. كده بإذن الله خلصنا يعني الاساسيات بتاعت الديكور. بعد كده تكمل الجدار للاخر، ودي ما فيهاش اي مشكلة، بس لازم تحترم الخيط زي ما انت كده شايف. تمشي بعد كده تفك المدماك بتاعك بالمكنسة، نظف الجدار بتاعك كده. الحمد لله خلصت. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.